تخفيضات هامة واستقرار نسبي تشهده أسعار لحوم الإبل على مستوى مختلف قصابات ولاية برج باجي مختار. لحم الإبل كان ولا زال من اللحوم الأكثر استهلاكاً بالمنطقة لما له من فوائد صحية عديدة. بالنسبة للحم الإبل الإقبال تاعو قلت لك الأولى السعر، الثانية يعني الوفرة نتاعو أنه موفر، ثالثا انه الناس تعرفوا اللي هو، رابعا الفوائد نتاعو، الفوائد الصحيه نتاعو. حمل الابل ينفع لبزاف صوالح، وثاني انه ما فيش كوليسترول، ثالث انه قد ما تاكل منه ما تنقهمش كما الخروف. الا كليت من اللحم بزاف ما تضرب طرواج ما تاكل اللحم مقهوم من اللحم. احنا كمواطنين برج باجي مختار، لان لحم الابل ما عنده مضره كيف لحم الغنم، الشحم نتاعو ما ضر، ما فيه كوليسترول. هذا هو اللي خلى المواطنين يقبلوا عليه إقبال كثير، يبغوا الذروة، يبغوا الكبدة، يبغوا الفلكة، لكن لحم الغنم نبغوه لا مع الوقت، دائما نبغوه لكن غالي شوي. لحم يكثر الإقبال عليه بين ساكنة ولاية برج باجي مختار، والإيجابي في الأمر أن سعره بقي مستقرا رغم تغلب الطلب على العرض في كثير من الأحيان عكس سعر اللحوم الأخرى. مواطن يختار يستهلك لحم الإبل من طرف قضية الصحة ومن طرف قضية مولي له ما واحد في السوق، أسعاره ما هي واحد. الرجال هنا يخير لحم الإبل على لحم الغنم، لأن لحم الإبل متوفر، ومن جهة ثانية السوم ناقص السوم على الغنم متوفر جدا. أسعار لحوم الإبل استحسنها المستهلكون مبدين تفاؤلهم بأن تمس الرحمة التي تعرفها أسعاره باقي المنتجات.